أكثر تفاصيل حول آخر تحذيرات الملاعبية اليوم وأجواء منتخبنا ناخذوها في المباشرة مع مبعوث كنوز في ملي خاص للقابون محمد أمين بن بوبكر. مرحبا أمين. مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي كنوز فام. كما قلت سويع قليلة وصلنا على المباراة اللي بتجمع المنتخب الوطني التونسي ونظير والبوركيني في إطار الدور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية الجابون 2017. الأجواء 5-5 داخل المجموعة وداخل المنتخب الوطني التونسي اللي كان أجرى اليوم الخمسة العشية آخر حصة تدريبية ليه. كما قلنا الأجواء ممتازة تبشر بكل خير للمنتخب الوطني التونسي. الملاعبية إن شاء الله يكونوا غدوة حاضرين، رغم أنه التشكيلة في نسبة 90% بتشهد غياب حارس المنتخب الوطني التونسي البلبولي، لأنه مازال يشكي من بعض الأوجاع على مستوى المعدة. إن شاء الله بالشفاء العاجل لحارس المنتخب الوطني التونسي، وبش تكون التشكيلة نفس التشكيلة اللي لعبنا بها ضد منتخب زيمبابوي. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله أوري كاتر جاك يعرف إيش يعمل ويعرف كيفاش يحط اللاعبين في بلايصهم. ونعرف أنه أوري كاتر جاك كان اليوم قام بالندوة الصحفية بالنسبة للمقابلة هذه ماضي ساعة، اللي بعدها بنص ساعة كانت الندوة الصحفية الخاصة بمنتخب بوركينابي، وين حكى المدرب على تحضيرات فريق بوركينا فاسو آخر أخبار فريقه. خلينا نسمع شو حكى. Je connais bien l'équipe la Tunisie. En fait, dans cette équipe, il y a trois joueurs qui ont joué avec moi au CCS. Trois grands joueurs, il faut le dire. Mais je ne pense pas que c'est un avantage. Donc, comme j'ai dit avant dans la première conférence, les entraîneurs aujourd'hui sont obligés de connaître l'adversaire. On cherche facilement les informations sur l'Internet. La façon de la Tunisie jouer, s'adapter, différents systèmes, je le connais bien. La particularité que je peux le dire, c'est que je connais bien personnellement comme le joueur pense, essentiellement les trois joueurs. Et on peut la mentalité de la Tunisie aussi. Donc, mais je ne pense pas que c'est un avantage parce que je peux dire la même chose. Le joueur me connaît bien. C'est sûr qu'ils vont passer l'information au coach. Peter Pai Zongo. On a pleuré pour le joueur. Ce sont deux grands joueurs qui nous manquent beaucoup. Mais on a déjà effacé cette mauvaise période. Il faut regarder devant. Il faut regarder l'avenir. Il faut moraliser les joueurs qui sont là. Et aujourd'hui, l'opportunité est arrivée à 7 joueurs. Et donc, il faut qu'ils me montrent qu'ils sont capables de remplacer cette deux grands joueurs, mais je pense que le groupe dans la globalité, il est trop confiant, trop positif et ils vont se battre toujours pour offrir cette grande victoire aux deux joueurs qui sont sortis à cause de blessure. مدرب منتخب بوركينا فاسو باولو دوارتي تحدث عن المنتخب الوطني التونسي وقال اللي يعرف مليح الملاعبية التوانسة وطريقة لعبهم، وخاصة أنه يعرف بالبيل فرجاني السيسي علي معلول وطايسين الخنيسي باعتبار أنه كان درب سابقا لنادي السفيقسي. وبالنسبة للغيابات قال اللي فريق بوركينا فاسو باش يكون منقوص من زوز ملاعبية اللي كانوا أصيبوا منذ الدورة الأول، وقال اللي تجاوزنا الإصابات هذه وفريقي حاضر وملاعبيتي عندهم الثقة في رواحهم. الكلمة لي كمين حول التشكيلة المحتملة للمنتخب غدوة إن شاء الله. كما حكينا على التشكيلة المحتملة إن شاء الله باش تكون 90%، كما تشكيلة اللي لعبنا بها ضد منتخب زيمبابوي باش يكون في حارس المرمى رامي الجريدي، في الدفاع كل من سيم بن يوسف وأيمن عبد النور، على اليمين نقاو النجاز، على اليسار نقاو علي معلول، في الوسط نقاو الفرجاني ساسي وأمين بن عمر، وهبي الخضري، ثم نعيم سكيتي، يوسف بن ساكني، ورأس قلب الهجوم هو طايسين الخنيسي. هذه بالنسبة لتشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي اللي كما قلنا غدوة إن شاء الله 5 العشية باش يخوض مباراة الدور الربع النهائي ضد منتخب بوركينابي في ملعب الصديقة هنا في لوبرفيل، وباش يلعب المنتخب الوطني التونسي بالألوان بالزي الأحمر اللي إن شاء الله يكون طالع خير. كنا لعبنا بهم ضد الجزائر وكل ولعبنا بهم ضد منتخب زيمبابوي كيف زادة، فما طالع خير إن شاء الله يكون خير علينا. الأمطار اللي قبل ليلة كل مباراة تحت الأمطار، وأنا توا حاليا الأمطار تنزل بغزارة لهنا في مدينة لوبرفيل، خلينا نقول عاصفة لهنا في مدينة لوبرفيل. الحاصل بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي غدوة إن شاء الله في مباراته. شكرا لك أمين، مبعوث كنوز FM الخاص للقابون.